إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم المتتبعين النايحلان، المتتبعات النايحلان، كي دايرين المتتبعات والمتتبعين ديالنا؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم غادي نخلط معكم هذا الفيديو ديال السوق. المهم انتم بديت معكم مع صحاب داك القطاني وداك السلعه. المهم انتم كتشوفوا يوزن تما عند احدى واحد مول الصباط. المهم هنا واحد مول الشوايه وهالخضره. المهم انا يعني كنشارك معكم شاركت معكم المهم السوق الاسبوعي ديالنا هنا الدجاج الحي، ولا الدجاج الحي عندنا في السوق. ايوا هذا واحد جوج الرويسات ولا الريوسه ديال المعزي. هنا كنت جالسه مع خويا صافي، وحطهم واحد الجزار حدا خويا صافي صورتهم. ايوا انا كنقلب في الطاجين واش هو هذاك ولا لا. ايوا المهم قولوا لي واش زوين هذا ولا هذا اللي ما فيهش هذا، عرفت شنو سميتو؟ يدونا غي انا الوط اللي مدوين تازولت. المهم كي هنا صورت لكم شويه ديال اللافت. ايوا هنا رجعت عاوتاني لحدا، رديت التليفون لحدا مول الطاجين. ايوا صافي هنا جينا الحلوه ديال السوق الحلوه ديال زمان. وانتم كتشوفوا الحلوه، هامول الحلوه ديال السوق. اي شحال هادي عيد نتاك الحلوه، تاك الكاطو، تخنسوا المزي. الله الله عندها تاع محمد مول الحو، ريت تعبر فلوس يمر تعبر بالصحه والراحه. المهم اتونا زعما غيمشي هذا الدور صغور سنغدو الناس غيمشي الدور صغور صورخ شوي. ايوا وناك حشمانه الدور غير غتمشي لنا. انا تعمي واحد يدو يغزان عماد ريز زي فلوس. ايوا هذا مكان الدجاج البلدي، البيض البلدي. سولت مول البيض قلت ليه شحال البيض، قال لي كنشريو ب40 و38. ايوا شحال باش غيبيعو؟ الله اعلم يزيد واحد 5 دريال ديالهم ولا اكثر ولا الله اعلم. ايوا انا صورت لكم هاد مولات الزيف، جلست تما مسكينه كتسنى اللي يشري داك الزيف. المهم كل حاجه ونصور لكم واحد شويه. هنا جيت لعند واحد كيجيب السلعه في برا. ايوا صراحه عجبوني هادو ديال العطريه هاد الطحانات، ولكن الصراحه خفت لا نشريها وتصدق ما خداماش ليا ولا شي حاجه ونضيع ب 100 درهم. قال لي 100 درهم، والله الا 100 درهم اللي قال لي. وهنا بدات واحد البنت كتعطيهم ليا واحد بواحد، ولكن في الاخر ما خديتهم. ايوا هادي تايغنيرت شكوى والله ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه. هنا جينا لعند مول 5 دراهم و260. وصافي قلبت هاد الشبيكه قلت زعما نشريها للبابو باش ما نبقاو نغسلو فيها المعنات هكا، الا كان شي حاجه هكا ديال الزلوفه ولا شي حاجه باش ما يتسد ليا داك التيو ديال اللوابو. ايوا هذا مكان. المهم انتم كتشوفوا كنتشارك معكم السوق كيف ما كان. وصح بلاصه اللي لقيت نصور فيها شي حاجه كنصورها. ايوا هذا مكان. ايوا هنا كتقلب فاطمه شي حويجات. انتم كاين غير هذا الموبر، هاد المبر هو اللي كاين في السوق. كاين دابا سميتو في الوقت ديال البرد كاين غير المبر. ايوا المهم انتما انا واحد الكسوه كنت كنقيسها وفي الاخير ما خديتها، والله ما خديتها، ولكن جابت لي سعديه بحالها. حيت الصراحه هاد الفيديو صورته قبل ما تصور سعديه هذاك ديالها فاش كانت مشات لعند العطار، ولكن سبحان الله العظيم قلت لي اكون شفت بحال هاد الكسوه نيت عند واحد العطار، وهي سبحان الله العظيم جابتها ليا. وما تفرجتش زعما في الفيديو باش تقولوا زعما شافت الفيديو ولا شي حاجه، عاد مشات جابت ليا بحالها في اللون ولا شي حاجه. والله الا
عاد دابا غادي تشوف الفيديو ان شاء الله حتى هي مازال ما تفرجت فيه كاع. المهم انتما كتشوفوا هنا الحوايج ديال التقليد، دوك التقليد ديال دوك اليازور وداك الشيء. ايوا هنا جينا لعند اعراب، هو كيبيع بالجمله ولكن قال لي الا بغيتي شي حاجه زعما ما يبيعهاش ليا بالجمله، هذا الشيء اللي كان. ولكن كان غير المعبر، انتما كتشوفوا ها كاين غير المعبر، سبحان الله العظيم. صافي وقت البرد، ايوا انا خرجنا ايوا دزت حتى هذا مول المحل، ايوا قلت بلاتي نصوره من عنده عاوتاني شي حاجه، حيتاش ولا زاد فيها شي اضافات، شي اضافات جداد بحال هذا الشيء ديال الماكله، هذا الشيء اللي زاد في المحل ديالو. صراحه ماشي انا اللي دخلت نصور، المهم عطيت التليفون لواحد البنت. ايوا نتوما كتشوفوا الجديد اللي عنده، هو دار نص الزيت الصابون، المهم بزاف ديال الحوايج. انتما كتشوفوا العسل السكر ولا هادشي، والله ما عرفت واش السكر ولا ماشي السكر. يلا المهم نخليكم واحد شويه ونرجعوا تاني.
ايوا هنا من بعد ما جينا عاوتاني ملي رجعنا عاوتاني للسوق، لقيت صراحه هاد القدره وهاد الكسكاس ديال الطين عجبوني، ولكن صراحه جاوني تقالين. صافي قلت اودي ما نقدرش نهزهم حيتاش صراحه تقالين بزاف، وخفت لا نتحرق ولا شي حاجه. صافي قلت بلا ما ناخذهم. ايوا هادشي اللي كاين، وريتكم شويه ديال واحد اللقطه ديال الزيت ولكن ما بايناش ليا بزاف. ايوا الله يرحمنا. وصافي هادشي اللي كاين. الزيت جديده اليوم 1600 في السوق ديال مسمرير، هنا عبرنا شويه ديال الشريحه. ايوا انا صافي وصلت الدار، دابا كنشارك معكم المشتريات اللي شريت للكوزينه ديالنا. ايوا خديت هذا الطاجين، خديته الصراحه عجبني هذا الطاجين وزوين، ودرت فيه درنا فيه الماء زعما باش يترقد مزيان، عاد غنطيبو فيه. وليت خديت هذا ديال هذا اللي مزلج، ما خديتش هذاك ديال الطين حيتاش باقي عندي واحد ديال الطين، هذا المزلج اللي تهرس ليا. ايوا صافي قلت بلاتي نشري عاوتاني. ايوا هنا شريت هاد الشبيكه على ود على ود لابابو كما قلت لكم. ايوا هاد الشيء اللي كاين. المهم شاركت معكم المشتريات ديالنا ديال هاد النهار، وشريت هاد، المهم انا نوري عليكم. وصافي شريت هاد العلاقات غادي نديرهم في الزليج، وشريت هذه باش نبقى نديرها في البوطه للطاجين باش ما يتحرق. ايوا هذا مكان. المهم نتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، نتمنى منكم تبارطاجيو القناه ديالنا باش تكبر باش نعاونوا بها ريوسنا. ايوا هذا مكان. المهم غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم انتما كما درنا الشبيكه باش نبقاو نغسلو فيها المواعن ولا الخضره ولا شي حاجه. يلا السلام عليكم ورحمه الله.